اول عمري لسه في اول عمري لينا الفكره. انا ماسك رجلي من كتر الوجع، لقيته بيعمر وعايز يضربني تاني. هو بيحط الواد مروان بيديله حاجه من الكيس وهو بيحطها وعايز يضربني. انا عايز حاج عم حسين وحاج، بس عايز حاج عم حسين الله يرحمه. يمكن زي ما الناس قالوا، شابين معاهم بقى بلطه، معاهم خرطوش، هم معاهم سلاح طول الوقت. ضرب واحد وقعه، ضرب واحد موته. يعني في واحد اللي احنا هنروح له ده دلوقتي، ده عيل من صف رجله كان عمل ايه؟ هتلاقي نفس السؤال ونفس الاجابه، عمل ايه؟ مفيش. يجرى له كده ليه؟ مش مفهوم. انا والله انا بجد مش فاهمه. يوصل الامر ان انا اجري في بلد طول بعرض رافع سلاح قدام سيدات واطفال ورجاله كبار ورجاله صغيرين؟ ليه بيعمل كده ليه؟ تعالوا نطلع نروح بيت محمد رضا، ده واحد من الشباب اللي هو انضرب في رجله. قولي لي ايه اللي حصل؟ عيطتش؟ طولي بالك، طولي بالك يا حبيبي. ماشي في حالي. ماشي في الشارع بس؟ ماشي رايحي بيت على صعبه عشان خاطر رايحين الشغل تاني يوم الخميس. جاي من الشغل والله. جاي من الشغل رايح بيت، ورايح جاي من الشغل ورايح بيت على شغل تاني. عشان خاطر يروح شغله تاني يوم. ماشي بقول له عيب يا ابني، في اطفال في الشارع. يقول انت مش عارف بدي اضربه في رجلي. عشان قال له عيب؟ عشان قال له عيب. لما كام سنة؟ 20 سنة، هيتم 20 سنة شهر 4. هو رجله عاملة ايه دلوقتي؟ العالم ربنا. بتشتغل ايه؟ بلاط سيراميك. بلاط سيراميك على دراعه حبيبي. ايه كده؟ وبقى له ايه؟ الدكاترة طمنوكي عليه ولا ايه؟ تكلميني كده قولي لي بياخد دواء ايه؟ بياخد مسكنات وبياخد مضاد حيوي. والعلاج بتاعه جوا، بس الله اعلم مين اللي هيحصل. مانيش عارفة ايه، ابن هيعجز هيقطع له حته من رجله، الله اعلم. الدكتور لسه يوم الاسبوع اللي لحد الجاي لسه هيطمن يا عالم ايه اللي هيحصل في ابني. انا مش عارف، الشاب لسه صغير، لسه في اول عمره. فين يا حبيبتي؟ لسه في اول عمره لينا الفكره. عمل له عشان بيقول له عيب، ده في اطفال في الشارع، عشان بيقول له عيب بس. ليه يعني ايه ايه اللي عمله فيه؟ لا قال له، لا مسك فيه ولا زعج له ولا مسك في خناقه ولا اي حد. يقول له ابي يجي ضربه، مش عاجبك يجي ضربه. عشان بيقول له انت كده مش عاجبك كمان يعني، يجي ضربه في رجليه. استاذنك اشوف محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا محمد؟ الف حمد لله على السلامه. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كل اللي قلته له يا محمد عيب. عيب بس، انا مش حاجه تاني. يا دوب قلت له عيب، لقيت الواد بيبقى رجلي. ايه كان شفت ايه؟ هو بيضرب نار في السكه، انا شايف عيال صغيره بتضرب نار، الواد بيضرب نار والعيال الصغيره حواليه. فانا ماشي بقول له عيب يا ابني. قال لي انت مالك انت؟ بقول له طب خلاص خد بعضك وامشي من هنا، ما تضربش نار، اصل انت ملهاش لازمه ان انت تضرب نار هنا، خد بعضك وامشي. لقيت الواد التاني انت ما شاء الله تريح، ياخد منه البتاع وضربني. عارفين العيال دي؟ انا مش عارف الواد ده، انا عمري ما شفته اصلا الواد التاني ده، لكن مروان من جنبنا هنا. ازاي يجيله قلب يعمل فيك كده وانت ابن بلده وجنبه وجاره واخوه؟ انا باصص له في عينه الواد قبل ما يضربني و نوبة واحدة. مش يعني انت باصص له بتقول له يعني عاجبك كده؟ باصص له في عينه ما حسيتش في حالة. لقيت العيال بتقول لي ده كان عايز يضربك تاني. انا راكب الموتوسيكل، راكبين الموتوسيكل وماشيين، انا ماسك رجلي من كتر الوجع،
لقيته بيعمر وعايز يضربني تاني. هو بيحط الواد مروان بيديله حاجه من الكيس وهو بيحطها وعايز يضربني. ما احتفاش بالطلقه دي، عايز واحده كمان. عايز يضربني تاني. طب انا عملت لك ايه عشان تضربني؟ ما قلت لك عشان تعجزني كده برضه. ما فيش. شغال يا محمد، ماما قالت انت في السيراميك. انا شغال مع خالي في السيراميك، واحد تاني شغال معاه في السيراميك. انا كنت عند واحد صاحبي بقيت عارف شغله ومروح، ماليش حاجة بقى، ماليش خناقة ولا ليا في أي حاجة. لقيت الحوار ده اللي كان معايا صاحبي ده، ما انتوا الاتنين كنا احنا الاتنين ماشيين في السكة. عايز ايه يا محمد؟ انا عايز حاج عم حسين وحاج، بس عايز حاج عم حسين الله يرحمه. ان شاء الله حقك راجع. الشاب لسه صغير، لسه في اول عمره، لسه في اول عمره. لينا الفكر انا ماسك رجلي من كتر الوجع، لقيته بيعمر وعايز يضربني تاني. هو بيحط الواد مروان بيديله حاجه من الكيس وهو بيحطها وعايز يضربني. انا عايز حاج عم حسين وحاج، بس عايز حاج عم حسين الله يرحمه.